السلام عليكم أعزائي المشاهدين صفحة الميكار أوتو لتجارة السيارات. اليوم موضوعنا عن اللاند كروزر التويوتا الجي اكس ار الفول مواصفات الموديل 21 المتوفرة لدى شركة الميكار أوتو لتجارة السيارات. طبعا عنواننا أربيل تقاطع مخمور باتجاه شركة البيبسي. أخوان أريد أن أنبه أن السيارة هي آخر قطعة من الجي اكس ار الفول مواصفات. المواصفات الخارجية نذكرهن، نجي على مقدمة السيارة. الشباك كامل مكمل كروم مع كاميرا أمامية، السيارة مرقمة كاملة، الليد اللي موجود باللايت، الشعار اللاند كروزر اللي محفور بداخل اللايت الأصلي، البلاجكتور الأمامي، الزينون، الحساسات الأمامية، لحاية أمامية الموجودة عليها. اخوان سعر السيارة مرقم كامل هي 5.95 ورقة، شامل الرقم. نبدي بمواصفات الجانبية. الويلات هي اسود مطعم كروم قياس 20، الخط الجانبي الدائر مدار السيارة، شعار اللاند كروزر اللي موجود على الجهتين جهة اليمين واليسار، اشارة بالمري مع كاميرات جانبية، الدخول بواسطة مفتاح ذكي اللي هو البصمة، النيكلات اللي موجودة على الباب الأمامي والخلفي مع بصمة اللاند كروزر اللي موجود بيه اللي محفور، والدواسة الثابتة اللي تجي بيها، الترائش الرياضية المسح، شعار اللاند كروزر والسبيشل إديشن، ويلات مقاس 20 285 على 50 على 20. سعر السيارة مرقم كامل بسعر 5.95 ورقة شامل الرقم. الجناح الخلفي اللي موجود بالسيارة مع الليدات اللي موجود بيها، الشعار الست سلندر واللاند كروزر مع كاميرا خلفية والشعار الجي اكس ار. طبعا السيارة أربع حساسات خلفية وحساسات الأمامية عددها 2، الهوك اللي موجود بجهة خلفية، الصندوق الشفط يلي تجي السيارة بيها كومبريسر هواء على جهة اليمين، أيضا الجاك اللي موجود بالسيارة، المقاعد الصف الثالث، والصندوق الكهربائي. السيارة هي آخر قطعة متوفرة الآن لدى شركة نويكار أوتو لتجارة السيارات. النيكلات اللي موجودة على اللحية الخلفية دائر مدار اللحية الخلفية، الشعار السبيشال إديشن، صرفيات الوقود اللي موجودة بالسيارة، الدخول بواسطة مفتاح ذكي اللي هو البصمة، المواصفات الداخلية لدى جهة السائق اللي هو الترحيبات اللي موجودة بالبيبان لدى جهة السائق والسكن، وأيضا التشوة مات الباب جلد، وبصمة الخشب اللي موجودة على البيبان، التحكم بالمراية عندكم، ايضا بالباركنج سنسر اللي هو الحساسات، تحكم بالمرايا الجانبيه، تحكم جهه وحده ستيرن اللي هو تحكم بالصوت والاوامر الصوتيه والاتصالات، والشاشه العاليه اللي تجي هي نفسها اللي تجي على 8 سلندر، التحكم بالتبريد بالوسط، السياره دبل ماوس تحكم بدفع العالي والناصي، والماوس تحكم بالسبيد، اي سي تي باور عندكم زر اي سي تي باور اللي تنطي قوة اكثر للسيارة، اي سي تي 2 اللي تخلي السيارة تبدي من الجير الثاني، وتراكشن اوف كنترول مانع الانزلاق والمساعدة على الالتفاف ايضا موجودة، ثلاجة بالوسط، فتحة سقف سلايد، والتبريد 3 قطع المركزي، والكوشنات هي جلد، تحكم بيها كهربائي. مواصفات الداخلية لدى الجهة الثانية،
مقعد الصف الثاني، شاشات خلفية، التبريد يلي تجي الأمامي منفصل عن الخلفي، تشوة الباب أيضا الجهة الخلفية جلد، مقاعد الصف الثالث. أخوان سعر السيارة 5 دفاتر و95 ورقة شامل الرقم. تريد وكالة أو تحويل وتريد اندزلك السيارة لأي محافظة أنت تريدها مع ضمان شركة النقل، مع ضمان شركة النقل توصل لك السيارة كامل مكمل. من ناحية أي استفسارات تقدرون تتواصلون ويانا على الأرقام اللي موجودة بالبث بأي وقت كان. أيضا انتظرونا البث القادم على السيارات الأمريكية وأيضا على الخصومات اللي موجودة على النيسان باترول، كذلك على اللاند كروز 6 سلندر والثماني سلندر البريم الأصل. تحياتي لكم أعزائي المشاهدين صفحة نويكار أوتو لتجارة السيارات، مع السلامة.